عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. اليوم جايب لكم مقطع جديد من قناة بطوخ الشمري او من اخوكم مشاري. شباب اليوم مقطعنا مرة خرافي حلو. فقبل بداية المقطع شكرا على 180 مشترك وقربنا على 200. وقبل بداية المقطع ابي اقول لكم عن متطلبات جليتش. اول شيء لازم تشتري حيقولكم الشاحنة حلو اشتريها هي وباي 3. شوف هذا الكلام، هذا هو الكلام. بعد ما تشتريها تشتري بقى تكون هذه الصورة زي كذا وخلاص. اذا جيت تشتري الشاحنة المتطلب الثاني يكون سيارة او عفوا دباب فاقة وسيارة مدنية ما فرقت، او سيارة انت ما تبيها. فانصحك انا سيارة مدنية او سيارة، في سيارات كانت مجانية بحطها بنايت كلوب. حلو الحين جون خوينا الحين وينه؟ ارسل لي خالد. طبعا الحين يجي يبي يرسل لي، اول ما يرسل لي جون عليه مرة واحدة. زي ما شفتكم زي ما شفتوا طالع زي ما يا شباب الحين فيا شباب الحين ناخذ اي سيارة ونطلع برا. فالحين نرجع اعتذر عن المايك اذا كان ما ادري ايش فيه. دب المثلثات الحين حلو وما اضغط اكش دب المثلثات وكذا. مبروك يا شباب ضبط الجلتش معنا. وبروح ذا المكان الحين بعد دقيقة. خالد دقيقة. واو يا شباب هذا المكان بحدد لكم. هذا هو، نروح عليه وارجع لكم باذن الله يضبط جلتش. خالد وينك؟ وباك يا شباب رجعنا لكم من جديد. الحين نطلب الشاحنة حلو. وبعد ما نطلبها اوكي اهم شيء يكون الشاحنة، يعني ما راحت شاحنة يا شباب هناك. بروح اجيبها واجي. خالد اركب، اذا ضبطت اموري اجيكم. ويا شباب الحين نطلب دباب فاقيو زي ما قلت لكم. It's on the way. I'll get back to it then. خالد باك يا شباب، رجعنا لكم من جديد. اختصرت لكم الوقت وكل شيء. وزي ما شفت دباب فاقيو طلبناه. اسوي الطريقة هذه، اسمع اللي تروح للكرييتر خالد. يا سويت اقول لي خالد الله يعطيه العافيه ساعدني، هو سوى الطريقه. والحين بس اسوي قدامكم. اول ما اجي زي كذا اضغط سهم يمين حلو ينزله. خلاص يضغط دائره خالد. خلاص الحين ارجع ورا وانزل وادور لي واحد اكشي في الايم. جونت عليه بشوف اذا عكسي بالايم ولا لا. اجون عليه مره ثانيه وطعكش بالايام. وما اضغط اكس اجون عليه مرتين. اوكي يا شباب الحين جابني مخفي. الحين اركب السيارة، كل اللي علي اركب السيارة وكذا. اقدر اقول مبروك يا شباب ضبط الجلتش، حرفيا ضبط الجلتش. واصبر لا ما اكتب مخفي، ضبط الجلتش. مبروك يا شباب والله يهنيكم بجلتش، وان شاء الله تستمتعون فيه لين تملون منه. وبس هذا كان شرحنا واضح. واللي يبي سراويل نادرة واللي يبي اوكي واللي يبي سراويل نادرة او اي سراويل نادرة بنفسجي واخضر مو اخضر برتقالي. المهم اللي يبي سراويل نادرة يكتب بالكومنتات. هذا سنابي طالع قدامكم. وخالد الله يعطيه عافية هو اللي ساعدنا في الجلتش. وبس الى هنا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسون ولا اللي من الله حياه الله بكيفكم انتم سووا اللي تبغونه.
يلا بنختم دقيقة.